مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص ضربة مع جدية. كما عودناكم دائما أن نستضيف ضيفين بتنافسوا على إعداد وجبة، وهم من مختلف يعني دروب الفن والثقافة والرياضة والشعر والغناء، وكل من وضع بصمة مميزة في هذا المجتمع. دائما نتعرف على ضيوفنا من خلال بطاقة تعريفية، لكن قبل أن نتعرف عليهم دعوني أرحب بأعضاء لجنة التحكيم الدائمة معنا طيلة شهر رمضان المبارك، وهي أهلا ومرحبا بك أستاذة حجة. أهلا ومرحبا بك جدية، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير دكتور فيصل. مرحبا أهلا وسهلا أستاذ كمال سلامات. أهلا وسهلا مرحبا. وأيضا الشيفة الجميلة رانيا، ازيك رانيا؟ طيب اهلا بيكي. والفرقه الموسيقيه الشبابيه المصاحبه معنا طيله شهر رمضان. ضيوف اليوم ضيوف شباب بامتياز، لكن لهم بصمه محدده، نجحوا في مجالات مختلفه وهي الغناء والاعلام. سنتعرف عليهم من خلال هذه البطاقه التعريفيه. مسكال جلو يا فيجلو، انا الفنان النوبي امجد صابر، خاشي في تحدي كبير جدا مع صديقي واسم محمد احمد في برنامج نص ضربه مع الإعلامية جدية. السلام عليكم كل العشرين، رمضان كريم عليكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنا الليلة حكون في تحدي رائع وممتع جدا مع صديقي العزيز الفنان النوبي الرائع جدا أمجد صابر عبر برنامج نص ضربة مع الإعلامية القديرة جدية. تابعونا وأدعو لي أن أفوز على أمجد الليلة. إذن مشاهدينا دعوني أرحب بالفنان الشاب الجميل أمجد صابر، أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. أمجد إزيك؟ كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. كل سنة طيبة ورمضان كريم عليك وعلى كل الأمة السودانية. تصوم وتفطر على خير. وأيضا ضيفي الآخر هو الشاب الإعلامي واسم محمد أحمد، أهلا ومرحبا بك واسم. أهلا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا واسم، كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. يعني أنا اليوم ما بين فنان وإعلامي، كل واحد وضع بصمة محددة في مجاله، ودائما أنا بسأل سؤال افتتاحي إنه علاقة الرجال بالمطبخ، لأنه في رمضان يعني تجتهد كل الأسرة وتتضافر الجهود لإعداد وجبة محددة وهي وجبة الإفطار. ف يعني لما يدخل ضيفنا أستاذ كمال آخر دائما عنده له تقييم. أستاذ كمال، الشباب دول بيعرفوا يطبخوا قبل يزوروا يعني بيدخلوا المطبخ 100%. أنا بعرف، هل حطحبته الأستاذ؟ أنا قبل التحدي. أنت قبل التحدي، يعني علاقة بالمطبخ جميلة فل، وبتدخل المطبخ خاصة جاي من المطبخ، من المطبخ للمطبخ. والله ده كلام جميل، انت اول ضيف يقول الكلام ده. واسم، علاقتك كيف بالمطبخ؟ الحمد لله اصدقاء تطبخ زي ما قال استاذ كمال. احنا جذورنا يعني بنعتمد على نفسنا، المطبخ ده علاقتنا به علاقه اخويه ممتازه للغايه. طيب فنان، احنا حنشوف المية تكذب. جاهزين للتحدي؟ طيب، دائما أهلنا في الشمال والنوبيين دائما وكل قبائل الشمال بيأكلوا الجراصة، ويقال إنه جراصتكم هي سميكة قدر كده. السلام. حصل عملت جراصة؟ كتير. بتعملها بشنو؟ بالتركين؟ بالتركين يعني عندنا كتير من أنواع، مثلا بالملاح بكده بكده، يعني الويكة بالذات. يعني عندنا احنا مثلا مرات العيشة والفطيرة دي ما كنا بنشوفها الا لما يكون عندنا ضيوف. والله العظيم يعني فطورنا عشان قراصة، اذا بقى في فول معناته انا بقوم بس البيت اخوانا في ضيوف ولا شنو؟ كنا نشوف صينية كبيرة. فالقراصة دي هي اكثر مفضلة بالنسبة لنا في المناطق النوبية بصورة عامة، ممكن السودانيين بصورة عامة يعني. صحيح. القراصة، وطالما انه انت بتدخل في المطبخ، بتعملها كيف عشان تطلع بالسمك الكبير ده؟ لا، انا بعملها ما بتكون هي سميكه، بتكون حاجه وسط. لانه هي بتختلف من منطقه لمنطقه. عندنا هناك في النوبه عموما في مناطق بتخليها بتكون هي سميكه، وفي مناطق انا يعني بفضل انها تكون خفيفه عشان الواحد يقدر ياكل منها كثير. عشان ما تشبع من الراس، واحد متشبع. احنا بنحب الكثره دائما، حاجه تكون كثيره، رئيس كثير الواحد يشبع بها اكثر. كمان برضه منطقه الشمال عندها علاقه بالفطير. ايوه، ودايما هي فطيره، هي يمكن هي الاكله اللي كانت ثابته القراصه، اللي هي مثلا ايام الجمعه زي ما قال مثلا الضيوف، لانه هي اكثر حاجه بتشبع سريع. فديك يعني حاجه مثلا للبيت، حاجه للاستعمال الخفيف، لكن الاعتماد الكلي بيكون طبعا على القراصه.
الفطير ده رايكم فيه شنو؟ في صناعته ورايكم في اكله في صناعته في طريقته في خفيفه وفي خفيفه للمعده هو باللبن هو في يوجد باللبن بتتاكل باي حاجه الشوربه الفطير بالشوربه اي حاجه طيب دي السجوله بتتاكل احنا عندنا هناك مصطلح بيقول عليه في مناطقنا في السكوت بيقول عليها الدويره هي بتتعمل بايد واحده الدويره ايوه هي بتتعاس كده بايد واحده بايد واحده ده, ده الفطير طيب الكسره كمان ما بتتعاس بايد واحده يا استاذه حجه الكسره لكن ما نحن بنكسر العجينه كده ونجي جارينا من فوق لكن بتخلي مكبات في النص مكبات في النص وبالبريد كده بريد بتكون شكل دائره لكن يلا شنو بتتقفل شويش بتقفل الزياده بشويش العجينه كبات في النص يا جماعه صحيح وبتكون شكل دورانيه كده مدوره على على دائره الصاج ذاته امجد من حركه يدك كده شعرت بك فنان جدا لا فنان دوره فنان في الغنى ولا في المطبخ دوره على الهواء دوره على الهواء طيب واسم يعني بما انه علاقتك جميله بالمطبخ وانت من الشباب يعني انتوا الان نموذج لشباب الوطن يعني فاحنا عايزين من خلالكم نشجع الشباب انهم يدخلوا المطبخ تتذكر اول وجبه طبختها هي شنو انا بتذكر اول وجبه طبختها الملوحه الملوحه دي ما صعبه لكن ما صعبه بالعكس هي احنا عندنا في مناطقنا النوبيه الملوحه دي يعني وجبه شبه ثابته او اساسيه عندنا في يوم الجمعه بالذات يعني احنا عندنا هناك في مناطقنا في المحس تحديدا احنا طبعا هناك برضه صيادين يعني بنصطاد السمك ده برانه يعني يعني هي صنيعه محليه عندنا هناك في مناطقنا المحصيه فكنا اوريدي ملوحه المحس كلام انتهى تمام فبرضه الويكه برضه علاقتي بها كويسه جدا كويسه شديد طيب يعني انت شخص مخضرم في المطبخ ويا رانيا جايك شاب مخضرم داخل المطبخ لكن حنعرفه حيعمل ايه في وجبه اليوم وجبتك اليوم هي شنو؟ ملاح النعمية أو ممكن نسويه الروب الأحمر ممكن يتعامل بكذا طريقة ممكن يتعامل بالبصل الناشفة أو البصل الحية ممكن إذا حاب يستسيغ الشرموش ممكن يخط له نكهة أو لحم مفرومة أو يكون روب عادي هنستعمل زيت كنوز وأنا بفضله دائما في وجباتي لأنه خفيف على المعدة وصحي في ناس بتحب تدي خيط السمنة برضو بدي نكهة حلوة والفن في بهاراتهم الشباب ديل احنا مستعملين بهارات جميلة جدا ونشوف فنهم فيها ان شاء الله يعني حافظ عليك يا أمجد الليلة الطبيخ نفس فنحن حنشوف نفسكم داخل المطبخ لكن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه وزي ما شايفين انه ضيوفنا الان داخل المطبخ يعني امجد وواسم بكامل قواهم النفسيه والذهنيه وايضا الجسديه وحنشوفهم حيعملوا ايه داخل المطبخ يعني الان انتم حتعملوا ملاح النعيميه صحيح حصل طبختوا نعيميه لا انا ما اول مره لكن عندي خلفيه عنها بتعرف واسم انا بدي نفس الشيء ما طبخته لكن كثيرا ما اكون قاعد قدام امي واختي في البيت استمد بخ وبكون عارف طريقتها نوعا ما يعني الان واسم قال كثير لما بكون قاعد مع امي او اختي ولهم التحيه بشوف طريقته ممكن اكون عرفتها ده معناه انه الرجل السوداني بالاساس عنده فكره عن المطبخ لكن يتمنع في بعض الاحيان انه ما يدخل المطبخ واحنا بس بنطالب بالمساعدة فقط مساعدة بس ما أكثر من كده ساعدونا بس يقولوا كلمة حلوة برضو ترفع من المعنوية سمعت الكلام ده يا دكتور الكلمة الحلوة يعني لسه ما خدش يعني براكتيكال كده لسه ما خدش في الفيلم بتاع انه يساعد حقيقه يعني لسه ده في كان في امي وكده بقى اللي بتاعه وفي حاجات كتيره شاب على امي لكن هو اللحظه كنت تجي ويتزوج اللي هو يعني محتاج واحد يجيب لك المطبخ لا نقول واحد يسوي يعني لا لا مش كده كده انت قلت كده معناها لسه موجود في البيت يعني لسه في البيت يعني بيتعلم من امه اصلا الحقيقه بالغريب هو يتعلم من امه عشان بعدين يساعد زوجته وطبعا دي الرساله الاساسيه من البرنامج كده انا قلت لك الشباب دول صعبين جدا انا غايب فاضي الفضول فيها يعني انت اكلت من ايده مره انت مين بعرف الحق المعري وبعرف جذور وبعرف يا خلي جرب اللي ده الفاو والمباوي ما احنا كده متخصص في التاريخ حتى برد السودان خليني السودان برد السودان بيجربوها
يا سلام التحية لأهلنا في الشمال جميعا. يعني شايفاكم بديتوا بتقطعوا في البصل ودي حاجة كويسة جدا. طيب يعني أمجد أنت عندك لونية خاصة في الغناء وهي اللونية النوبية أو بتغني باللغة النوبية، لأي مدى ممكن يوصلك الفن باللغة النوبية لأوسع شريحة من الجمهور؟ والله أول حاجة تحية لكل النوبيين في كل بقاع العالم. ف يعني الغناء النوبي الله وصلني ل يعني مراحل بعيدة شديد، مشيت دول أوروبا لفيت الخليج فيعني ما حاصر نفسي على أنه مثلا أغني جوا السودان بس أو مثلا دائما لما يقولوا فنان نوبي بيفتكروا أنه مربوط بالبلد بس، لا الرسالة اللي شايلة لفيت بها العالم لفيت دول كثيرة ويعني الحمد لله قدرت أوصل كل الروابط النوبية ف يعني شايفها هي رسالة وأنا يعني ما وقف على اتجاه معين. يعني عظيم إنه أنا أسمع منك أنت كشاب تحمل على عاتقك هذه الرسالة. يا واسم، هل الجيل الصغير أو الأجيال المتلاحقة الآن تتحدث باللغة النوبية وتفهم الغنى باللغة النوبية والكلام ده؟ كثير طبعاً، يعني إحنا كشباب نوبيين مهتمين جداً بثقافتنا وتراثنا النوبي. يعني حتى مش إحنا الشباب، أطفالنا الآن أطفالنا يعني بس هو عندهم مشكله في التحدث باللغه العربيه، يعني ممكن ما يعرفوا لك اللغه العربيه اطلاقا. يا ناس اخواني الصغار ما بيتكلموا عربي على الاطلاق، على الاطلاق متمسكين جدا بلغتنا النوبيه اللي احنا دائما بنعكز عليها جدا. فالحمد لله رغم يعني الحداثه والتكنولوجيا الظاهره في السودان بصوره عامه وفي العالم بصوره عامه، لكن احنا في مناطق النوبيه متمسكين جدا بلغتنا وبحضارتنا وبثقافتنا فموجوده محافظين عليها تماما. طيب يعني ده كلام جميل ان الواحد يحافظ على تراثه على حضارته على لغته على هويته يعني وعلى الهويه القوميه هي السودان الكبير الجميل، والتحيه لاهلنا النوبه اينما كانوا. يعني لو تحدثنا عن الفن النوبي باستثناء الفنان الراحل المقيم محمد وردي، يعني قليل جدا او يكاد يكون لا يوجد هناك فنان نوبي قدر يوصل للقوميه، السبب شنو؟ والله هم الفنانين النوبيين عموما بعيدين شويه من الاعلام، يعني ماسكين الغنى انه بس يعني في المناسبات الخاصه في القعدات يعني حاجات بس خاصه، يعني ما في اجتهاد. الواحد لازم يجتهد عشان يعني لو مثلا عندي رساله لازم اجتهد اوصل بها للناس، لانه لو ما انا اجتهدت من نفسي ما في احد يعرفني. ف يعني معظمهم بس يعني ما ادوا فرصه لانهم يقدموا نفسهم للاعلام مثلا. فدي واحده من الحاجات اللي هم مظلومين وبعيدين من الاعلام. بيقولوا مثلا ان الاعلام يعني ظالمنا، لا ما في اعلام بيظلم. انت بتمشي الاعلام بتقدم مثلا تقدم لك نفسك للاعلام وبعد ده الاعلام بيشوف الماده اللي انت بتقدمها شنو، حتى بعد ده هو بيساعدك على النشر فبتوقف عليك انت. فهم الا شويه يعني في شويه كسل حاصل. طيب ده كان رأي لأمجد، رأيك أنت شنو خصوصا أنه أنت مهتم بالتراث النوبي والتوثيق يعني للثقافة النوبية بشكل عام؟ أنا بسمي تماما على كلام أمجد. إحنا ما داري إحنا مظلومين إعلاميا، ولكن دائما لكل مجتهد النصيب. فأنت لو اجتهدت تلقى الإعلام وراك ويمكن قدامك مش وراك. فأنا شايف أنه إحنا الفنانين النوبيين بصورة عامة ما بيجتهد ان هم يصلوا الحتات اللي ممكن توصلك للجهات الاعلاميه او القنوات الاعلاميه بصوره عامه، فحاصرين نفسنا في اطار ضيق شديد. ودي يمكن لان تقريبا احنا متمسكين بقنان النوبي فما يعني بننفتح على بقيه الناس الغير مستمعين والغير ناطقين باللغه النوبيه. فالاعلام مش بيتحسسوا، ولكن بيفتكر انه المسائل ده اخي يعني ما حاجه قوميه او ما حاجه، رغم دي اللغه النوبيه والثقافه النوبيه هي اصل الحضاره السودانيه. يعني فالاعلام برضه احنا انا بعيب الاعلام في اخي مثلا الحاجات الثقافيه بيفتكروها يعني هي نوع من العنصريه، ولكن احنا كلنا سودانيين طبعا ما في شك في المقام الاول والاخير. بالتاكيد لكن برضه انا بتمنى ان كل فنان دول يجتهدوا ان هم يصلوا القنوات الفضائيه وكل الاعلام بشتى انواعها. يعني اذا هي رساله منك انت. كمان هناك في ملاحظه انه ما في فنانات نوبيات سوى البلابل، وحتى البلابل ما كان طارحين نفسهم في الساحه الفنيه كنوبيات، يعني هم فنانات قوميات. فرايكم شنو في الكلام ده؟
إذا بديت بيك يا واسم. طيب لو بديت بي، إحنا يمكن عندنا إشكالية في العنصر النسائي بالذات، عنصر النسائي عندنا في مناطقنا النوبية دائما ما بحبنا الظهور في الميديا بصورة عامة. يعني ناس الآن في فنانات نوبيات يعني بقلنا بالأقاليم النوبية فقط، مثلا زي فدوى، فدوى دي هسه الآن هي بقت تغني حتى على مستوى المناسبات الزواج عندنا في مناطقنا النوبية، ولكن عامة كده احنا في مناطقنا النوبية ذكريات الولاية برضو نفس الشيء، بس احنا شوية كده متحفظين ما عارف بالضبط. هل هي طبيعة المنطقة؟ طبيعة يعني؟ المنطقة، طبيعة المنطقة بتفرض على المرأة النوبية ان هي دائما ما تكون في الحتات اللي فيها الاضواء الاعلامية او الظهور في القضايا العامة بصورة عامة. وانت رأيك في الكلام ده؟ متفق معه؟ متفق معه ايوه. لانه يعني دائما احنا الظهور الاعلامي بالنسبه للمراه النوبيه يعني بالنسبه لانه في مجال الاغنيه تحديدا ما محبسه خالص، عشان كده ما عندنا يعني عنصر نسائي في غير البلابل. طبعا هم زي ما انت قلت قدموا كقوميه اكثر مما هم يكونوا مثلا للجانب النوبي. في الاستاذه ذكريات ولولي والاستاذه فريده محمد عثمان، وفي استاذه برضه وفاء متولي كانت بتغني مع الفنان محمد وردي. فحتى بعد وفاة الأستاذ محمد وردي فهي بطلت غنى. فما محبزين شنو يكون في ظهور يعني زي ما قال في الحفلات المناسبات الخاصة أيوة، لكن ما بتروحوا نفسها مقامات صحيح. طيب أنا يا أمجد حسمع منك أول لحن في هذه الحلقة. طيب نسمع ليل بلدينا من رواية الفنان حسين لالا.
تعبك يصفي لك مرجوك نقول حوش كالون كلا توركا حوش كالون كلا توركا صفي لك مرجوك نقول حوش كالون كلا توركا سلام ميغا تتشكا هيا لي ما تيجي الا في رنور سلام ميغا تتشكا هيا لي اني ما سوق قدوتنا من غبنيكا فلمكا هيا لي شابا ما سوق قدوتنا كلمة وديك جيب منه كرا لقي قدينك ليل أما ليل الليل ليل بلدين أما دي سلام يا أمجد يا سلام أداء رائع ولحن جميل وأنت بتغني ونحن بنستمتع بالأداء واللحن شايفة واسم شغال والله شايفه يعني قطع شوط كبير بالنسبة لأجل التحكيم الخبرة بتلعب أزول الله والله كان فوزوا ما فوزوا والله ثلاثة شوالات بلح بيروح عليك أزول الله على فكرة قطع بصر كثير دخلت في خسائر انت دائما عشان طول ما عندك الخبره في الطبخ انت ما في ما يمنع اصلا ما انت بتغني تكون شغال عارف انا والله صراحه الحياه دي كلها قدامك انا صراحه مع الغنى ونسيت الحل ده اقول لك في بصو في ثلاثة شوالات بلح بتروح عليكم لا لا بجيبهم مع احتمال تكون معاه شوال شوالات فول انا والله بس خايف من رمضان دي رشوة امام الكاميرا مشاهدينا للجنة يعني لجنتنا متشة زي ما انتم سمعتوا مشاهدينا لكن نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم قبل الفاصل كان في اجتهاد داخل المطبخ وايضا كان في غناء يعني والآن شايفة ما شاء الله عليكم الفرق والريحة جميلة جدا جدا لو سألتك عن المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي وآخر مبادرة كانت بالنسبة لكم أنتوا الاثنين يعني تطوير مستشفى دلق المحس نعم صحيح احنا يمكن فيما أعتقد أنه بصورة عامة احنا تركيزنا أول المجتمع المحلي هناك الاتحادات النفرات الشعبية اللي بتقام في مناطقنا أكثر من المنشآت الرسمية بصورة أكثر من 100% يعني فكل مؤسساتنا الخدمية العامة على أكتاف مقترنا في الدول الاقتراب رغم أنهم بعيدين بجسدهم ولكن جيوبهم ظلت تعمل لمناطقنا النوبية تحديدا الفترة الفاتت احنا يمكن عملنا مبادرة أو نفرة شعبية لتطوير مستشفى دلقو يمكن جمعنا أكثر من تقريبا أكثر من 200 ألف دولار من أبناء المنطقة بدول الخارج وبالداخل فقط من دون أي دعم رسمي من أي مؤسسة حكومية فهنا المغتربين ديل يعني في خدمة المنطقة بالنسبة لهم رقم واحد رقم المشاكل الكثيرة والاقتراب والحمد لله رب العالمين تحديدا المستشفى دلقو إحنا الفترة الفاتحة قدرنا نعمل فيها مجمعات وبأجهزة طبية هنا في الخرطوم في أحسن مستشفى ما موجودة الآن موجودة في مستشفى دلقو بفضل الجهد الشعبي اللي تقام دائما في مناطقنا النوبيه وانا هنا انا احيي اللجنه العليا لتطوير مستشفى دلقو وكل ابناء محليات دلقو والمناطق النوبيه وكل محلياتنا في اقصى شمال السودان ظلوا دعم دائما داعمين لكل النفرات الشعبيه اللي تقام في مناطقنا النوبيه انا يمكن ما داير افصل لانه الكلام كثير عن مستشفى دلقو والتطوير اللي تم والجهد الشعبي اللي تم ولكن مبادراتنا الشعبيه في مناطقنا النوبيه بصوره
مستمرة دائما بالتأكيد. بننتهي من مبادرة وبنمشي في مبادرة تانية أصلا ما بنجيه ولا بننتظر المؤسسات الرسمية أو الحكومة عشان ما تجي تعمل لنا لأنه يعني ده جهد شعبي ومجهود من الشباب مهم جدا. أيضا دور الفنان مهم في هذه المبادرات الشعبية. نحن برضو بدورنا كفنانين عملنا حفل جماهيري كبير تدشين كان للمستشفى بقاعة سبارك سيتي وكنت أنا ضمن الفنانين المشاركين. ويعني دائما يعني في بنعمل مبادرات مثلا إقامة حفلات جماهيرية خيرية مثلا لصالح مستشفى كل القضايا النوبية أي حاجة تكون مثلا يعني يحتاجوا لنا بنكون معهم دائما. ده كلام عظيم وجميل. يعني أنت كمان يا أمجد مش فنان نوبي فقط, أنت فنان قومي, فممكن نسمع منك حاجة. على أجنحة الفجر ترفرف على أجنحة الفجر ترفرف من بنات أقوام تطلع شمسا من بنات أقوام تطلع شمسا يا شعب اللهبك ثوريتك يا شعب اللهبك ثوريتك انت تلقى مرادك والفينيتك انت تلقى مرادك والفينيتك عمق احساسك بحريتك عمق احساسك بحريتك يبقى ملامح في ذريتك واسم على اساس انه يؤثر على اللجنه بانه هو يستطيع انه يعمل حاجات خطيره جدا ورصدت صبر الفنان امجد سالو ايضا و يعني ادت حبه انه في الغناء كان بقى شغال لكن ده سبب الحكايه يعني في مساعدات هنا في مساعدات لكن على كل يعني مش ما صح يبدو انه يعني أمجد كان يعني سيد الموقف في الغناء والألحان خاصة الأغنية حق محمد وردي يا سلام هي عميقة لكن الجائزة مشت محل السنة شكلها شغلات جات أمجد أنا حددتك في البداية أنا كنت واثق من إمكانياتي واسم يعني مبروك أمجد حاد لك يعني وأنا دائما وأنا دائما مشاهدين أقول في هذه الحلقة ما عندنا فايز ولا خسران وإنما هي تجربة جميلة جدا يخوضوها الشباب داخل المطبخ أنتم وأنا على موعد في نفس الزمان نفس المكان غدا فانتظرونا. أما الآن لحن الختام مع الجميل أمجد صابر.
جنتنا جنيت الشفان يكون الله Get out.